اليوم هي لحظة تاريخية ودستورية بامتياز، باعتبار أن مصادقة البرلمان على تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية كلغة رسمية للبلد، هذا من المقتضيات المهمة والمكتسبات المهمة الواردة في دستور ديال المملكة. اليوم المصادقة على هذا القانون سيأتي بالعديد من الإجراءات والمبادئ المرتبطة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلد في جميع المناحي الحياة العامة، سواء على مستوى التعليم، على مستوى القضاء، على مستوى الإدارات. كذلك ستعمل هذا القانون سيعمل على تأهيل الموارد البشرية والقدرات المهنية فيما يتعلق بمواكبة هذا المجال هذا. واليوم كذلك هناك مبادئ عامة مرتبطة بهذا القانون، خصوصا أن هذا القانون هو كما جاء في دستور الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء. إذن السيد الوزير، كيف سيطبق هذا القانون وكيف فاش غتكون مثلا انت التسلسليه الاداريه؟ واش مثلا المعهد الملكي غيخضع لهذا او لا غادي يجمع جميع هذاك؟ طبعا اليوم القانون كذلك جاء بالمده الزمنيه لتنزيل هذا المقتضى، وهذا القانون المتعلق بالطابع الرسمي للامازيغيه على ما بين 5 سنوات الى 15 سنه. هناك بعض المجالات ديال التشريع الى غير ذلك، يعني في حدود 5 سنوات. هناك على مستوى التربيه والتكوين على مستوى الابتدائي، وكذلك على مستوى الاعدادي وعلى مستوى الثانوي، وكذلك هناك الاشتغال كذلك على تفعيل هذا الطابع الرسمي على مستوى البحث العلمي، على مستوى التعليم العالي. كذلك هناك مراحل تصل الى كذلك 15 سنه فيما يجال مرتبط بالتقاضي، كذلك مجالات مرتبطه بالحياه العامه. ولكن اعتقد خصوصا فيما يتعلق بكذلك يعني اللغه الامازيغيه داخل المؤسسه البرلمانيه، واعتقد بان هذا طبعا اجراءات لابد ان نعمل جميعا على تاهيل كذلك القدرات البشريه داخل الاداره العموميه، القدرات البشريه داخل المؤسسات العموميه لتواكب هذا المشروع الدستوري بصفه عامه. السيد الوزير، بالنسبه للمجلس الوطني للغات، واش مثلا المعهد الملكي للامازيغيه غيخضع ليه؟ وشنو هي الميكانيزم؟ طبعا هذا المجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه واحد المؤسسه دستوريه مرجعيه فيما يتعلق بالسياسه اللغويه. هناك هيئات ومعاهد تابعه لهذا المجلس الوطني، هناك المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وكذلك اكاديميه محمد السادس للغه العربيه، إضافة إلى هيئات أخرى تتعلق بهيئات التعبيرات والثقافية، وكذلك هيئة المتعلقة باللغات الأجنبية. طبعا الشخصية المعنوية ستكون فقط للمجلس الوطني للغات، وبالتالي هذه مؤسسات مندرجة داخل المجلس الوطني باعتبار أن المجلس الوطني مؤسسة دستورية تتمتع بالأهلية القانونية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهذه المؤسسة ستكون تابعة لهذه المؤسسة الدستورية. رشيد القابل، عن فريق العدالة والتنمية، أولا بغيت نقول بأن هذا يوم تاريخ مشهود، فهذا القانون انتظرناه طويلا. وبخصوص سؤالكم، فحسب هذا القانون وحسب المادة 21 و 22، فسيتم تنزيل هذه او كتابة الوثائق الإدارية باللغة الأمازيغية بتدرج. هناك اولا البطاقة الوطنية، جواز السفر، الوثائق الإدارية ديال الإقامة، ثم بعد ذلك الأوراق النقدية والطوابع البريدية. وكل هذا حسب المادة 31، فإن هذا التنزيل سيكون بين 5 سنوات و10 سنوات على الأكثر. اليوم كنعيشوا واحد اللحظة تاريخية، وهي تتويج لنضال طويل منذ تقريبا 60 سنة. فإقرار الأمازيغية كلغة رسمية للتعامل والتداول والتدريس كانت مطلبا من مطالب الحركة الشعبية. شحال المدة ديال التنزيل؟ حنا كيف ما كان الحال، التنزيل عنده عدة مستويات أو عدة فروع. كاين التنزيل في التعليم، وهذا ما خصناش نبداو من التعليم الأولي، خصنا نبداو من التعليم الجامعي. نبداو بالتعليم الجامعي، لأن التعليم الجامعي غادي يكون لنا المدرسين باش يكونوا الوليدات الصغار، ماشي ديروا الخطأ ديال 2003 اللي بدينا من التحت وما كنعلموا الوليدات الصغار الامازيغيه وما عندناش لها الاساتذه. خصنا اليوم نعموها على مستوى التعليم العالي لتكوين الاساتذه والاطر، يعني التربويين الى اخره.
تتاكدوا على انه التعميم والتطبيق ديالها ما بين 5 سنوات وعشر سنوات. نكملي. ثانيا كاين التعميم ديالها على مستوى الادارات والمراسلات والتخاطب وعلى مستوى التقاضي، يعني تفعيل كبير وعريض جدا بشكل تدريجي بالطبع، ولكن خاصه الإرادة القوية باش ما يكونش ذاك التدريج البطيء اللي تيجي من وراه التملص.